نحن مجتمعين اليوم في الجلسة الرمضانية بعنوان دور التعليم في ترسيخ ثقافة الاستدامة، حيث أن وجه صاحب السمو رئيس الدولة باعتماد عام 2023 عام الاستدامة، وكعادته جائزة خليفة التربوية تتفاعل مع كل الأعوام، فقررت الجائزة أن الجلسة الرمضانية لهذا العام تحمل دور وعنوان دور التعليم في تعزيز ثقافة الاستدامة. ملتقين اليوم مع كوكبة من أهل الاختصاص من وزارة التربية والتعليم، جامعة الإمارات، هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى هيئة أبوظبي للبيئة، لتعريف الحضور بإسهاماتهم في دعم الاستدامة في دولة الإمارات.